أهلا بك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج تحت الأضواء. سنتحدث في هذه الحلقة عن العملية التعليمية والعملية التربوية. ما هي الأهداف التربوية التي يعمل من أجلها القائمون على العملية التعليمية؟ وما هي الأهداف التي يفترض أن نعمل للوصول إليها؟ هل العملية تدور في فلك التعليم أو التربية أو كليهما؟ هل التعليم في مأزق؟ ما هي معوقات الواقع التربوي؟ هل هناك استراتيجية تعليمية واضحة؟ ماذا نريد أن نعلم؟ وكيف نعلم؟ وما هي الأساليب التي تتبعها وزارة التربية لتوصيل العلم للطلاب؟ وهل نجحت في ذلك؟ الإدارة المدرسية تعزز من دور المؤسسة كمؤسسة تربوية لها المكانة المرموقة في المنظومة التربوية. كيف يمكن تعزيز هذا الدور؟ مستوى المناهج وما علاقة صنع القرار في منظومة المناهج الدراسية كأحد عناصر النظام التعليمي. سنكون معكم وهذه المحاور وهذا الموضوع مع ضيوف هذه الحلقة. في البداية نتعرف على ضيوفنا لهذه الحلقة. الدكتور حمود السعدون الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والمعلومات بوزارة التربية. حياك الله دكتور. الله يحييك. الأستاذ سامي النصف كاتب صحفي في صحيفة الأنباء. والدكتور أحمد الهولي رئيس جمعية المعلمين. أستاذ سامي دكتور أحمد حياك الله. حياك الله. عزيزي المشاهد سنكون معك إن شاء الله في هذه الحلقة وسنتلقى كل الاتصالات والاستفسارات منكم لضيوف هذه الحلقة. كان يفترض أن يكون العدد أكبر من ثلاث أشخاص أو ثلاث ضيوف معنا في هذه الحلقة ولكن الاعتذارات دائما تكون بالمرصاد. نرى التقرير وسنعود مرة أخرى. والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم. بدأ التعليم في الكويت منذ بداية هذا القرن عن طريق الكتاتيب على يد الملة أو المطوع، وكان التعليم بسيطا وغير معقد نظرا لحاجة المجتمع آنذاك لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم والقليل من الحساب. تزامن ذلك مع حرص الأسرة على إرسال أبنائهم إلى هذه الكتاتيب، فأخذت الدولة بعد ذلك بزمام المبادرة نحو النهضة التعليمية وتطوير التعليم لمصاحبة التطورات الأخرى على جميع الأصعدة، فدعت المدرسين من أبناء الوطن العربي لتعليم أبنائها وذلك لتحمل مسؤولية بناء وطنهم، ففتحت مدرسة وتبعتها بأخريات، ومن ثم ابتعثت أبنائها للخارج لينهلوا من العلوم شتى ويعودوا به لوطنهم، وذلك للسير في العملية التنموية للبلاد. فمثلت المدرسة في منتصف هذا القرن دورا رئيسيا في صنع رجال البلد، عندما كان المدرس حريص على التعليم وعلى استغلال الوقت وإيصال المعلومة بشكلها الصحيح يدفعه الواجب الأخلاقي للإخلاص في عمله. وبدوره كان التلميذ حريص على تعلمه، مطيع لرسول علمه يحترمه ويأخذ بمشورته، شغوف للمعرفة. وفوق كل ذلك كان البيت والمدرسة متفاعلان مع بعضهما البعض، فتخرج العديد من الأبناء الذين ساهموا في بناء المجتمع الكويتي ووضعوا اللبنات الأساسية في رقي المجتمع. وكانت الدولة توفر جميع مستلزمات التعليم من إنشاء مدارس جديدة وتوفير المعلمين والملابس والتغذية والمواصلات وغيرها مما يحتاجه الطالب. ولكن في الفترة الأخيرة أصبح بريق التعليم وعوامل جذبه عبئا على المدرسة والأسرة والمدرس والتلميذ، وذلك نظرا لتقليص الدعم المادي وازدياد الأعداد بشكل كبير وملفت للنظر، فتناثرت المدارس في مختلف مناطق الكويت وتشعبت العلوم والمعرفة
إضافة إلى الاتصالات والمعلومات بشكل سريع جدا. لذلك كان يجب أن تقف المسيرة التعليمية على كل هذه المتغيرات لتحاول أن تصل إلى العالمية في التربية والتعليم ومواكبة المتغيرات السريعة في العالم ومعالجة الخلل الذي أصاب التربية والتعليم، وأن تتوحد جميع الجهود والطاقات لإعادة بريق التعليم إليه. فقد حان الوقت ليعرف الجميع دوره ويقوم به على أكمل وجه دون تقصير للدخول إلى القرن 21 ناسين ومصححين للخلل الماضي وأوجه التقصير فيه. فنحن نتحدث عن أرقام تزايدت إلى أن وصلت في عامي 96-97 إلى 629 مدرسة و 26,978 مدرسا ومدرسة و 292,733 تلميذا وتلميذة يشملون التعليم العام والنوعي الحكومي الذي يحتاج إلى جهود مشتركة ومخلصة للنهوض بالمسيرة التعليمية. فهل نتعاون جميعا لمعرفة الخلل وإصلاحه؟ وهل تتعاون الأسرة والمدرسة والتلميذ لنرتقي في هذا المجتمع إلى الأفضل؟ أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى وبرنامج تحت الأضواء في هذه الحلقة، وحلقة خاصة عن التعليم من البداية إلى الثانوي العام، التعليم العام. سنتحدث إن شاء الله حول التعليم الجامعي والمعاهد التطبيقية في حلقة أخرى إن شاء الله. ضيوف هذه الحلقة الدكتور حمود السعدون الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والمعلومات بوزارة التربية، الأستاذ سامي النصف الكاتب الصحفي في صحيفة الأنباء، والدكتور أحمد الهولي رئيس جمعية المعلم الكويتية. على فكرة الترتيب ترى على حسب أرقام الأجهزة، فاسمحوا لي عن مسألة الترتيب. أستاذ سامي خلني أبدأ معك. سمو الأمير الوالد لما التقى بحملة الدكتوراه والشهادات الجامعية العليا ركز على ثلاث نقاط أو ثلاث قضايا: القضية الاقتصادية والقضية الأمنية والقضية التربوية. الاقتصاد لا علاقة أكيد بالأمن، والأمن لا علاقة بالاقتصاد، لكن ما دور العملية التعليمية بالأمن القومي؟ الحقيقة العملية التعليمية مرتبطة بالأمن القومي بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة بدء من عملية ترسيخ الروح الوطنية ليتقبلها الطالب كل صباح، مرور بقضية تثقيفه وتعليمه بحقوق وواجبات المجتمع عليه، وانتهاء بقضية تعليمه كيفية استيعاب الأمور المعقدة. يعني أصبح معروف الآن أن الحروب أصبحت حروب آلات معقدة، وابتعدت كل البعد عن المجالات العسكرية، ابتعدت عما كان عليه الأمر في القديم. ومن ثم إعداد الطالب لاستيعاب أمور كهذه يعتبر جزء داعم للأمن القومي، إضافة مثل ما ذكرنا أنه الشعوب المثقفة عادة هي داعم أكبر لأمن بلدانها. الطريقة غير المباشرة هي الضلع الثاني، طريقة الاقتصاد. الأمن القومي الآن للبلدان أصبح مرتبط أكثر بالاقتصاد، ومن ثم إذا استطاعت العملية التعليمية والتربوية أن تخرج لنا مخرجات تعليم تدعم من اقتصاد البلد، تدعم من كيفية إدارة موارد البلد بطريقة صح، ننتهي بأن العملية التربوية ستدعم عبر هذا الطريقين المباشر وغير المباشر للأمن القومي في إطاره الواسع. جميل، شكرا أستاذ سامي. وبهذا المدخل دكتور حمود السعدون، بالتأكيد أنتم تعملون وفق أهداف معينة، خلنا نتعرف على الأهداف اللي تعملون من أجلها للوصول إلى نتائج أفضل، وراح ندخل في تفاصيل، لكن في البداية ما هي الأهداف اللي تضعونها أمامكم للعمل بوزارة التربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه اود ان اشكر تلفزيون الكويت بشكل عام، يمكن وبرنامج تحت الاضواء بشكل خاص علي تحت الفرصه هذه. شكرا. للحديث مع الاخوه والاخوات المشاهدين اينما كانوا في موضوع مهم هو موضوع التربيه. ويمكن الساعه الحين 10 بالليل، فاتمنى ان احنا نكون ضيوف
خفيفين الظل على الناس يعني من 10 ل 12 يعني الله يساعد اللي بيشوف ضيف ثقيل الظل عليه. على العموم الهدف التربوي العام، واذا سمحت لي بس اني اقراه لان هذا هو نتاج عمل لجان عديده في وزاره التربيه، وهو الهدف التربوي العام والشامل للوزاره اللي يكون العمل تحت هذه المظله، واسمح لي بقراءته يعني. الهدف التربوي العام هو تهيئه الفرص المناسبه لمساعده الافراد على النمو الشامل المتكامل روحيا وخلقيا وفكريا واجتماعيا وجسميا الى اقصى ما تسمح به استعداداتهم وامكاناتهم في ضوء طبيعه المجتمع الكويتي وفلسفته واماله، وفي ضوء مبادئ الاسلام والتراث العربي والثقافه المعاصره، بما يكفل التوازن بين تحقيق الافراد لذواتهم واعدادهم للمشاركه البناءه في تقدم المجتمع الكويتي بخاصه والمجتمع العربي والعالمي بشكل عام. ويمكن ارجع للقضايا اللي طرحها الاخ الزميل ابو عبد اللطيف، ان بناء الانسان الكويتي وبناء بناء صحيح والاستثمار في هذا العنصر وهو العنصر الاساس في عمليه الاستثمار هو ركيزه اساسيه للامن والاقتصاد. يمكن تفضل ووضح في قضايا الامن ان الخاصه الان واحنا على اعتاب القرن 21 القضيه الامنيه مرتبطه ارتباط وثيق بقضايا التقنيه، وهي كانت وما تزال مرتبطه بهذه التقنيه. يعني في يمكن في البرنامج او الفاصل اللي قدمته في البدايه اللي هو بدا بقضيه المله وطريقه التدريس وانتهى الى التدريس الحديث، يمكن حتى لو اخذ القضيه هذه قضيه الامن في فتره من الفترات كانت مرتبطه بتقنيه السلاح ايا كان هذا السلاح سواء كان سيف او خنجر. نعم. قضيه قياده حيوان من الحيوانات مثلا فرس او جمل او غيره، والان نتكلم عن قياده دبابه واستخدام اجهزه حديثه تعتمد على القضيه الالكترونيه تعتمد على التقنيه الحديثه. فالتعليم راح يوفر لك نشر قادر على التعامل مع هذه التقنيات اينما كانت سواء كانت في قضايا السلم او الحرب. في قضايا الاقتصاد كذلك الاستثمار في هذا العنصر هو الاستثمار الحقيقي، لان بالتالي الشخص الكويتي المهيئ اللي هو نتاج عمليه تعليميه صحيحه يكون قادر على قياده الاقتصاد او توجيهها التوجيه الامثل. كلام فيك بس هو تاكيد. نعم. للقضيه هذه، ويمكن هذا اللي سعت الاهداف من خلاله. نعم. عشان هذه الاهداف احنا نتكلم اليوم في هذه الحلقه لاهميه العمليه. نعم. التعليميه. دكتور احمد الهولي، وانت مربي فاضل ورئيس جمعيه المعلمين الكويتيه، هل العمليه عندكم تدور في فلك التعليم او التربيه او كليهما؟ كجمعية؟ نعم. لا كعملية تربوية، العملية التربوية. نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ذي بيت طبعا الشكر الجزيل موصول لتلفزيون الكويت لبرنامج تحت الأضواء. شكرا. وأيضا الشكر للدكتور حمود السعدون والأستاذ سامي. قضية يعني التعليم وقضية التربية اليوم يعني أصبحت ما هي قضية وناس متخصصين، ما أعتقد قضية يعني وزارة التربية وجمعية المعلمين والصحافة، اليوم قضية كل البشر وقضية كل الناس. والآن أنا أعتقد التعليم ما أصبح قاصر على المدرسة فقط، الآن المؤسسات كلها تربي والناس كلها مسؤولة عن عملية التعليم. إذا سمحت لي بس أنا بنظر على قضية تكلمت عن خطاب سمو الوالد الأمير لما تكلم عن ثلاث قضايا وارتباط هذه القضايا بمصيرنا، أنا أعتقد هذه القضايا ما تنفك عن بعضها البعض. مفهوم الأمن اليوم بالنسبة لي أنا أعتقد أنه مفهوم تغير على مستوى العالم. اليوم الأمن أو قضية الأمن القومي ما أصبحت يعني مرتبطة بأمن الوطن والأمن الأراضي، بل بدرجة أكبر هي بأمن البشر. الآن مفهوم الأمن انتقل من أمن أراضي إلى أمن بشر. القضية الثانية الآن الأمن انتقل أيضا عن طريق التسليح، والإخوان كنت تكلموا عن السلاح والتكنولوجيا الحديثة، إلى أمن عن طريق تنمية البشر. أنت عندما تنمي هذا الإنسان وعندما تستطيع تنميته تنمية طيبة وتنمية جيدة، وبالتالي يسهل عليه استخدام كل التقنيات الحديثة الموجودة. القضية الثالثة اللي أنا أنظرها ننظر للتعليم كاستثمار، واستثمار طويل الأمد، واستثمار مكلف، وفي نفس الوقت الخطأ فيه مكلف والكلفة مالته كبيرة ولا تعوض. فبالتالي أنا أنظر للتعليم وأنظر للتربية
من منظور انها قضيه امن، انها قضيه وطنيه، انها قضيه تمس كيان المجتمع ككل، فبالتالي اي خطا فيه الخطا يعمنا كلنا في كل اجهزتنا، لان التعليم بالنسبه لي هو المسؤول عن كل البشر، كما نقول احنا من الخفير الى الوزير هم نعم. كلهم نتاج هذا التعليم نعم. فبالتالي انا انظر من هذا المنظور، انظر للتعليم كامن، وبالتالي بالنسبه لي هذه القضيه التربويه والتعليميه انظر لها من هذه الزاويه. نعم. دكتور، هل العمليه، وارد السؤال مره ثانيه، بالواقع على ارض الواقع، هل العمليه الان اصبحت تدور في فلك التعليم او في فلك التربيه؟ تشوف ان الان الوضع فعلا هناك تعليم وهناك تربيه، او تقتصر على التربيه وتبتعد عن تقتصر على التعليم وتبتعد عن المسمى الرئيسي اللي هي وزاره التربيه؟ هذا يمكن نقاش طويل وقديم، هل هي وزاره التعليم او وزاره التربيه الواقع او وزاره التربيه والتعليم؟ لا، هي طبعا مفهوم التربيه اشمل، التربيه ايضا تشمل التعليم. انت عندما يعني بالنهايه المحصله من التعليم وكذا، انت تبي تصل الى المفهوم اللي احنا دائما نتكلم عنه، المواطن الصالح في اي مجتمع. لما نقول مواطن صالح، ايش نعني مواطن صالح؟ ما نعني انه مواطن بس عنده ولاء ويحب وطنه ومواطن اخلاقه طيبه، ايضا نعني بمواطن متعلم، بمواطن يستطيع ان يخدم بلده. فانا اعتقد من الظلم ان يقتصر المفهوم على مفهوم تربيه فقط او تعليم. انا اعتقد المفهوم الشامل اليوم، مفهوم التربيه، يشمل بالضروره التعليم. واعتقد ان يمكن اثناء النقاش، طبعا ما ودي اخذ وقت طويل، يعني هو طبعا بنتكلم عن عمليات تعليميه، لنا كثير من الملاحظات ولنا كثير من المداخلات، وهي ليست من باب، للامانه يعني بدايه الكلام، ليست من باب جلد الذات. نحن لدينا تاريخ وتربيه بالكويت نعتز فيها، واعتقد لنا عندنا مكنون ومحصول للامانه التاريخ يعني يشهد له. وعندما نتكلم او نتطرق بعد شوي يمكن لبعض المواضيع. دكتور، انت قلت في ضوء او ان التعليم استثمار مكلف والخطا فيه مكلف وانها قضيه امن. نعم. فبالتالي يفترض ان نتكلم بكل صراحه عن هذه المواضيع، واللي يسكت عن المواضيع هناك في 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 نقطه او نعم. علامات استفهام. نعم. استاذ سامي، لك تعليق على مساله التربيه ومسمى وزاره التربيه. المسمى بالتاكيد الخوف هو من تبادل الادوار، لا شك مثل ما تفضل الدكتور ان هي قضيه تربيه وتعليم. احنا في وقت من الاوقات كان مسمى الوزارة وزارة التربية والتعليم. نعم. أنا ما أعرف ليش أزيل جانب التعليم، ولربما هذا اللي يخوف الإنسان من الخلط بين الاثنين. التربية هي جزء منها لربما في المدرسة، إنما التربية بالأساس هي جانب المنزل، جانب الأسرة. الأسرة تربي والمدرسة تعلم. الخوف من تبادل الأدوار، الخوف أنه نعطي المدرسة جزء التربية وتقوم الأسر، وشيء مشاهد هذه الأيام، تحضر المدرسين وتتكفل هي بالتعليم. عشان فقط لتوصيف هذه القضية، نظام التعليم الإنجليزي بدأ هذا العام بإنشاء عقد بين المدرسة والأسرة يوصف فيها كل جانب عمله لخدمة هذا الطالب. الأسرة عبر هذا العقد يوصف لها ما يجب أن تقوم به، المدرسة كذلك يوصف لها ما يجب أن تقوم به، بحيث لا يتم الخلط بين الاثنين. وأنا لازلت من المطالبين أو المنادين بأن ترجع الوزارة إلى مسماها القديم اللي هي وزارة التربية والتعليم. والحقيقة أنا أعتقد أنه هذا أمر غير مسبوق. أنا لا يحضرني دولة أخرى تسمي وزارة التربية والتعليم باسم وزارة التربية فقط، وأن كنت أوافق على أن التربية تشمل التعليم. نعم. تفضل. إذا سمحت لي بس بالإضافة هذه، كنت أجد نفسي متفق مع الأخ الزميل دكتور أحمد الهولي. التربية لو أخذها يعني حتى لو نأخذ المصطلحات الإنجليزية، التربية هي الإدوكيشن والتعليم هو الليرنينج. التعليم جزء من التربية وهو مكون أساسي من مكونات التربية. يمكن قد يكون هناك في انطباع أن التربية هي مسؤولية مؤسسة أطلق عليها وزارة التربية، إن وهذا يمكن هني نجد ما أعتقد أنه هو سوء فهم القضية. التربية هي مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى، المجتمع كله مسؤول عن التربية، المنزل أو الأسرة، أجهزة الإعلام، التلفزيون، الصحافة، دور العبادة، المسجد له دور أساسي في قضية التربية، والمدرسة. المدرسة هي أحد المؤسسات المجتمعية اللي مسؤولة عن التربية، لكن هي مو المسؤولة مسؤولية يعني وحيدة بالقضية هذه، حجر الزاوية، إنما هي
عضو من أعضاء هذا المجتمع، وهي أحد مؤسسات المجتمع اللي تعمل على قضية التربية. يمكن قضية التربية والتعليم مو الأخطر. الآن المدرسة، أنا ممكن أربي عيالي في محيطي وفي بيتي، لكن لما أروح المدرسة في ثقافات وفي بيئات مختلفة وفي مشاكل كثيرة، يجب أن يكون هذا الشخص الموجود المسؤول عن الطلاب يفترض أنه هو اللي يقوم بدور أكبر في عملية التربية. لا هو التربية. المدرسة ممثلة بمدرسيها وبإدارتها لها دور أساسي في العملية، يعني أرجو أن لا يساء الفهم في القضية هذه، ولكن أن تحمل هذه المؤسسة لوحدها مشاكل التربية، هني يمكن الخلاف. تقدرون تربون دكتور؟ نستطيع أن نربي كمدرسة، كوزارة. طبعاً كمدرسة. لا كوزارة. الوزارة لها دور. شغل في لكن يعني كمدرسة. المؤسسة والمؤسسة جزء من هذه الوزارة. نعم. المدرسة نعم تستطيع أن تربي، ولكن لن تستطيع المدرسة أن تربي لوحدها، إنما المدرسة دور ودور أساسي. نعم. ولكن ليس هو الدور الوحيد، هي نعم. هي ليست اللاعب الوحيد في العملية، هي أحد اللاعبين، ووجود لاعب واحد وإن تميز في لعبة بعدم معونة الفريق كامل، نعم. صديق الفريق راح يخسر. هل تعتبرونكم متميزين في مسألة التربية؟ أنا أعتقد أن هناك جهود متميزة داخل مدارس وزارة التربية، وأعتقد أن يشكر القائمين عليها، ولكن لن أستطيع أن أقول أن هناك عدم وجود أي قصور في هذه المؤسسات، ولكن هناك راح نعرف كثيرة من خلال كلامنا عن المعلم وعن المنهج وعن دكتور. سؤال صريح يعور القلب، هل التعليم في الكويت في مأزق؟ اي والله يعور القلب. والله شوف، يعني أنا مثل ما بدينا كلامنا، يعني إحنا لسنا أعتقد كلنا يعني أهل هالبلد الطيبة، ما إحنا قاعدين بنجلد ذاتنا، لكن تبي تسألني ما نجلد، إحنا نحترم، إحنا النقد الذاتي زين يعني بالضبط. فأنا بطلق من هالمنطلق، يعني ما معنى كلامي إني ما راح أنتقد، لا العفو، يعني أنا أعتقد إحنا لما نقول في مأزق، أنا أعتقد المأزق اللي تمر فيه العمليات التعليمية بالكويت في نظري، وأعتقد في نظر كثير من التربويين، اللي هي عملية استراتيجية التعليم. يعني أنا أتمنى يوم من الأيام للأمانة، يعني مع الجمع هذا الطيب ومع وزارة، مع كل المعنيين، أرجو أني ما ناقش وياه والله هالمدرسة ناقصة، هل مش عارف كذا، هل ليش ما سويتوا كذي، هالمدرسة ما عندها مدرس، هالكتاب. أنا أعتقد هذا النقاش ساقط. أنا أتمنى من يوم من الأيام أقعد ويا قيادات التربية ويا المسؤولين في الإعلام، ما نناقش كذي، نناقش نقول يا أخوان إحنا حطينا استراتيجية ل 2025 وقلتوا سنة 2012 ان راح تدخل كمبيوترات كل صف، والطالب راح يستعيض عن الجنطه في جهاز كمبيوتر. الحين احنا 2011 وللحين ما خلصتوا مشروعكم. اتمنى ان احنا نتكلم عن سياسه، نتكلم عن استراتيجيه، نتكلم نقول على ارقام. يعني احنا مشكله كثير من امورنا كلها انطباعيه مو معلوماتيه، على انطباعات. انا اتمنى لليوم الايام نتحاسب وتصير وزاره التربيه، يعني من الظلم للامانه، من الظلم ان تحمل وزاره التربيه ويحملون القائمين على التربيه كل هم التربيه. انا اشفق للامانه، اشفق على يعني المسؤول عن التربيه، الوزير عن التربيه، المسؤولين في التربيه، على هي مسؤوليتنا كلنا يا اخوان، مسؤوليتنا كلها، مسؤوليه الصحافه، مسؤوليه الوزاره، مسؤوليه جمعيه النفع العام، مسؤوليه ولي الامر. التعليم عندي في مأزق، لاني انا فعلا الاستاذ سامي ضرب مثال في بريطانيا، وان المدرسه انا ترجمت رساله ووجهتها لوزاره التربيه، باعثها وزير التربيه البريطاني، بعثها مسوي منها كذا مليون نسخة لكل بيت نسخة. هذه الرسالة بالضبط تقول حق ولي الأمر، يا ولي الأمر احنا شو نعطي ولدك، شن درسه، شنو حقوقك، شنو واجباتك، مكتوبة وترجمتها، وقلت يا جماعة خلنا نستفيد من التجربة. أنا أتمنى يوم من الأيام كولي أمر، كموظف، كاقتصادي، كذا، أعرف شنو استراتيجيتنا في التعليم. احنا استراتيجيتنا الأمانة، وعشان أقول في مأزق، مرتبطة في أشخاص، ونظامنا التعليمي قاعد يرتبط اليوم. وضح دكتور. أنا أوضح، يعني اليوم إحنا بالأشخاص. أنا أقول لك، يعني الآن إحنا مثلاً في نظامنا التعليمي، وهذا بعشوائي انطلق، عندنا نظامين تعليميين في الكويت. نعم. أنا ما أدري شلون بلد فيها نظامين، نظام مقررات ونظام تعليم عام. ماشي نظام مقررات، نظام راقي، نظام يعني له كذا، له صار لنا 20 سنة إلى اليوم تحت التجربة. طيب أكو دراسات كثيرة، أكو كذا، يعني خلينا نحدد. جت وزارة من الوزارات قالت نتوسع في النظام. الوزارة السابقة قالت لا خلنا نتريث ونوقف هذا النظام. الآن في حديث مرة ثانية، ما يصير يا جماعة، يا نوقف يا نستمر. وهذه على قضية واحدة، في قضية المناهج، في قضية المدارس، في قضية الطلبة، في قضية الامتحانات، في قضية التقويم، في كل القضايا. ما يجوز أن التربية أنا أعتقد شيء مقدس، ما يجوز كل واحد يمسه.
هذا شيء سياسة دولة، سياسة دولة، والمسؤول عن التنفيذ هو يبدع في التنفيذ وليس يبدع كل يوم. اني مثلا اقول لك يعني مثال ثاني، تطبيق اللغة الأجنبية كلنا نتمنى، انا اتمنى يوم من الايام ولدي ممتاز وكما يقولون يعني يتكلم بطلاقة لغة أجنبية، لكن صراحة اتألم لما اشوف ولدي ما يعرف يتحدث عربي، او ولدي ما يعرف يمتحن فيه. اشوف ابنائي في الجامعة اليوم، انا اليوم قاعد امتحن طلبة عندي اكثر من 20 طالب يقولون دكتور تكفى امتحن انجليزي ما نعرف عربي. انا كدكتور بالجامعة اعاني هالمشكلة اليوم. اول كنت بالسنة بالفصل القى طالب واحد، اليوم القى 20 و25. انا اخاف بعد مدة. غريبة دكتور، يبدو ان طلبتك من خريجي الانجليش سكول يعني وايد منهم من التعليم، وهذا يعني هذه الان قضية. اذا التعليم العام معناه العربي والانجليزي؟ لا يعني انا اقول ان التطبيق يعني احنا الان لما نتكلم حتى قضية توجه الناس للتعليم الاجنبي، لا كلامك صحيح. نعم. الناس ليش تتوجه للتعليم الاجنبي؟ اول كانت نسبتهم ما تتجاوز الكويتيين 15%. فلسفة ان المدارس الاجنبية بالكويت شنو هي؟ ترى هي مو للمواطنين، هي اصلا للجاليات والسفارات، اصل الفلسفه الاولى. نعم نعم. تطور هذا الكلام الان، تشوف المدارس الاجنبيه اكثر من 50 و60% بعض المدارس من الطلبه الكويتيين. نعم. طيب عندنا خلل؟ ليش؟ خلينا ننقل هذا السؤال استاذ سامي النصف، هل هناك ازمه ثقه بين اولياء الامور وبين النظام التعليمي العام عشان ينتقلون الى او زياده الاعداد مثل ما قال الدكتور احمد الهولي للمدارس ذات النهج الاجنبي؟ اوكي، انا اردت فقط ان اعقب على قضيه سابقه، قضيه تربيه وقضيه، ما ودي ادخل انا بقضيه حرفيه معنى كلمه الادوكيشن، انما اريد ان ارجع الى الشق التاريخي والفلسفي للقضيه. في وقت من الاوقات اعتقد انه تحميل الوزاره قضيه التربيه سيحل مشاكل الطلاب، اللي رايناه بعد سنوات عديده ان العنف بالمدارس ازداد، قضية التسرب من المدارس ازدادت، وبالتالي الجزء التربوي أعتقد أنه يجب يظل أن نركز عليه داخل الأسرة. اللي تفضل فيه الدكتور أحمد وقضية ثقة أولياء الأمور بالتعليم العام واتجاههم إلى التعليم الخاص قضية قائمة. الحقيقة أنه لو نظرنا إلى السنوات الطويلة الماضية، هل مخرجات التعليم فعلا لبت حاجات المجتمع أو التعليم العام؟ لا، ما يعني ما بيودنا أن نتخندق ونقول أنه التعليم العام السنوات العشر أو العشرين الماضية ما أدى جزء من الرسالة، أدى جزء من الرسالة، إنما ليس الرسالة بالمجمل. 50% من مخرجات التعليم العام سقطت هذا العام، هذه أرقام. تقريبا 40% من اتجه من الثانوية إلى الجامعة كذلك إما عنده حالات إنذار أو فصل، هذه لها دلالة. قضية أخرى نشاهدها ونسمع فيها وللأسف حدث فيها تغيير إلى الخلف، اللي هي قضية التعليم. في السابق كان ينمي قضية داخل المدارس، قضية الصحافة، المسرح، الهوايات المختلفة. هذه الهوايات بالنهاية تساعد الطالب على أن يتجه إلى عمل أو ينمي في داخله مواهب تساعده على التوجه إلى تخصص ما. هذه انعدمت بالمدارس، ما وجدنا لها، ما هي موجودة. أعطي مثال يعني تتوقع أن مثل ما قال الدكتور أحمد الهولي قبل شوي أن الاستراتيجية مرتبطة بأشخاص، وهذا راح يدخلنا قبل بعد شوي في موضوع. بالتأكيد الاستراتيجية مو مرتبطة بحاجات المجتمع، لو كانت مرتبطة بحاجات المجتمع لما تكلمنا بهالموضوع، لو ما وجدنا حتى الشكوى. نعم. لا من التعليم العالي ولا من رجال القطاع الخاص اللي يشتكون من مخرجات التعليم. بيودي فقط ضربنا مثل بوزارة التعليم البريطانية، بيودي أو وزير التعليم، بيودي أضرب مثال آخر وأنا شاهد عليه وقرأته بالجرائد. اشتكى أحد رجال الأعمال بجريدة تايمز في صفحة القراء من أنه السكرتارية الجديدة التي تأتي من مخرجات التعليم البريطاني تخطئ بالتهجئة، وأنه هذا بإمكانه أن يشكل مشكلة في الرسائل القائمة. ما تم أسبوع كان وزير التربية كينيث كلارك إلا وأرسل إلى الجريدة يخبرهم أنه ابتداء من الآن 10% من علامات كل المواد في المنهج البريطاني سواء كيمياء فيزياء لتكن ما تكون حددت للتهجئة. احنا عندنا دائما ما يطرح اما ان يسفه واما يخضع للحجران او لتشكيل اللجان، وبالتالي لا ننتهي بشيء. بودنا ان ناخذ هذه الروح، يعني المجتمع بدا يشتكي، القطاع الخاص نتكلم احنا الان عن انه الدوله مقدمه على تعزيز ومسانده القطاع الخاص، القطاع الخاص لديه شكاوي لربما يعني جزء منها انه القطاع الخاص والدوله الان قادمه على تحويل الكويت الى مركز مالي.
هل مناهج التعليم حولناها لخدمة الاستثمار، لخدمة الطالب في قضايا الاستثمار، الفندقة، السياحة؟ إذا كانت الدولة متجهة إلى هذا المنحنى، هل التعليم قاعد يمشي في هذا المنحنى؟ هذا تساؤل. احنا ما قبلنا 3000 شخص في المعاهد التطبيقية عشان نتكلم عن استراتيجية. اخذ اتصال. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. معك جاسم الحجي، مدرس اول تربية سامية. يا هلا اخوي جاسم. اود بداية اشكركم على هذا البرنامج الناجح. تسلم. واخص بالذكر يعني مقدم البرنامج والاخوة الضيوف. مشكور. كلامي اخوي ساير بالنسبة لي يعني مفهوم كوزارة التربية والتعليم عندنا، وزارة التربية. نعم. حنا اللي عندنا مو وزارة التربية، عندنا وزارة التعليم بس تعلم. يعني لما تشوف يعني كمبنى المدرسة مو مهيئة لأنها تكون كتربوية. يعني تشوف المسجد عندنا مثلا. نعم. المسجد تكون عند الساحات البعيدة، عند سور المسجد، سور المدرسة عفوا. فيعني حنا التربية، يعني التربية الصحيحة هي يعني عبارة عن تحقق الكثير من تغيير الإنسان وبناء قيمه وتعديل سلوكه وتكوين اتجاهات إيجابية لديه. هل هذا مطبق عندنا في يعني وزارة التربية؟ والله هذا السؤال يا جاسم احنا نسألك إياه، أنت مدرس في وزارة التربية، يمكن احنا ما احنا خبيرين أكثر منك في أرض الواقع. نعم. فالإجابة أو الجواب نتوقع من حضرتك. أنا هذا أقول إن احنا يعني المبنى المدرسي غير مهيئ كتربية. يعني أنت يعني كمدرس فقط تعلم ما تربي، وإذا ربيت يعتمد على اجتهادك الشخصي، ما في شيء واضح بالنسبة لك؟ ما أسمعك ترى صوتك بعيد. ما يخالف، أقول لك أنت تدرس ولا تربي، أو تدرس وتربي مع بعض؟ أنا ربي قبل ما أدرس، أنا ربي جيل قبل ما أدرس. لا في أرض الواقع إحنا نتكلم، ما نتكلم الحين عن... لا الحين أرض الواقع بس أدرس، بس أدرس، بس أعلم، بس عندي منهج بخلصه، وهذا مكلف ان اخلصه. نعم. شكرا. نعم. شكرا جاسم. جزاك الله. شكرا دكتور. اذا في تعقيب على الكلام والله في مساله هل التعليم في مأزق، وهذا السؤال ارد لك مره ثانيه كانسان مسؤول في وزاره التربيه. يعني وهل في اشياء كثيره كنت ذكرت. نعم. وهل هناك مؤشر على موضوع ال 50% اللي نجحوا العام الماضي؟ انا عندي اكثر من نقطه يمكن ذكرها الاخ الدكتور احمد ويوسف وذكرها الاستاذ سامي، بس خليني بس بقرا شغله صغيره. في نوفمبر 97 رومان هيرزوغ رئيس جمهوريه المانيا القى خطاب ودعا فيه الى اعاده صياغه الاسس التربويه على عتبات القرن 21، والذي أعلن فيه بصراحة أن على ألمانيا أن تنقذ تعليمها الذي تراجع مستواه. أتكلم عن ألمانيا الآن. نعم. وأن الاستراتيجية لتحقيق ذلك تقوم على نقاط ست تتمثل في التالي: تعليم يوجه نحو القيم والأخلاق ويرتبط بالواقع والممارسة وينفتح على العالم، وتعلم اللغات الأساسية المستخدمة كما يتجه إلى تنويع مساراته وأن يصل إلى مستوى القمة في الأداء التحصيلي مقارنة بالدول الأخرى، وأن يتعامل هذا التعليم بعقلانية مع عنصر الوقت. جميل. التعليم دائما في كل مجتمعات، المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية، دائما تحت المجهر، لأن التعليم هو مستقبل أي مجتمع. كلاسي. وأي مجتمع يبدأ يعتقد أن وصل إلى القمة في تعليمه، أنا أعتقد أن هذا المجتمع يواجه مشكلة. التعليم يجب أن يكون تحت المجهر، ويجب أن ننتقد هذا التعليم، مو من باب جلد الذات، إنما من باب الحرص على إصلاح التعليم، لأن التعليم هو المستقبل، هو مستقبل أبنائي وأبنائك. فمن هذا المنطلق أتذكر كانت في دعوة للأخ الزميل الدكتور مساعد الهارون في مجلة المسيرة اللي تصدرها الوزارة، وأطلق السؤال هذا للأخوة والأخوات النظار والناظرات المدرسين والمدرسات والكل يدلوا بدلوا، وكان سؤاله هل التعليم في مأزق؟ ويمكن جاء من ميدان وضعت قضايا كثيرة. القضية الأساسية برأيي أن الإجابة تكون نعم أو لا، أنا أعتقد أنها اعتقاد سطحي بأنه ممكن الإجابة على القضية هذه بكلمة نعم أو لا، ولكن يجب أن يكون التعليم تحت المجهر، يجب أن نطور في هذا التعليم، يجب أن نطور مناهجنا، وتكون العملية هذه عملية مستمرة.
القضية الأخرى اللي كمان بذكرها قضية الاستراتيجية، يمكن الإخوان يعني تكلموا كأن هناك في استراتيجية وقضية أنها مطبقة أو غير مطبقة. الاستراتيجية بدأت يمكن محاولة أولى كانت يمكن في نهاية الثمانينات أو أواسط الثمانينات في استراتيجية يعني لم أكمل. وبدأ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله الغنيم وزير التربية وزير التعليم العالي السابق بدأ بدعوة عندما جاء للوزارة، وكانت دعوته يطلب منها من القائمين على العمل التربوي البدء بوضع استراتيجية، ويمكن أطلق أو وضع الوثيقة هذه في وقته. وكانت دعوة لوضع استراتيجية أولية للدولة. العمل استمر يمكن خلال يعني يمكن الدكتور ذكر الاستراتيجية حين توضع ما راح تعتمد على الأشخاص إنما تعتمد على العمل، لأن تكون هي استراتيجية الدولة. الاستراتيجية الأولية اللي نتكلم عنها داخل الوزارة نفس الاستراتيجية اللي يتكلم عنها الإخوان في مجلس الأعلى للتخطيط. الاستراتيجية هاي ستقدم للمجلس الأعلى للتخطيط، وبالتالي ستكون هناك في نقاش مجتمعي حولها. يعني أنا أود أن أعرف القطاع الخاص ونظرته، يعني غرفة التجارة والصناعة مثلا نظرتهم للاستراتيجية هذه، أود أن أعرف رجال الإعلام نظرتهم للاستراتيجية هذه، أود أن أعرف القطاع البنوك نظرتهم الاستراتيجية هذه، قطاع الاستثمار تكلم عنه مساء الأستاذ سامي. طيب بس هذه الاستراتيجية لا الاستراتيجية لم تنتهي، الاستراتيجية لا تزال في بدايتها. نحن يعني في بداية الطريق. تبي تقول أن كل هالسنوات اللي طافت من عمر التعليم في الكويت ما كان تعملون ضمن استراتيجية ومنهج معين؟ نعمل من ضمن منهج معين، يعمل من ضمن خطة، لكن الاستراتيجية عادة تكون استراتيجية وطنية وتنسرق منها استراتيجيات التعليم والاقتصاد وغيرها. لم توضع وثيقة يطلق عليها باسم الاستراتيجية الوطنية، وبالتالي الكل يمشي في فلكها. الآن هناك في دعوة لإيجاد هذه الاستراتيجية. يعني خلنا الآن يعني الترمينولوجي الآن يعني نضيع فيها. الوجود خطة للعمل فيها من خلال وزارات الدولة، الجامعة أو غيرها موجودة. أنا أتكلم عن استراتيجية تكون جزء من الاستراتيجية الشاملة. نعم. هذا اللي احنا نتكلم عنه. جميل. ولذلك اللي تفضل فيه الأستاذ الدكتور أحمد بأنها تكون استراتيجية هي عبارة عن ميثاق عمل يتم العمل فيه داخل هذه المؤسسة باختلاف من يجلس على قمتها. يمكن الدعوة اللي أطلقها. القضية اللي يمكن حبيت أني أذكرها ولو أن قضية المغررات قضية طويلة بودي أن لا يعني نتكلم فيها. لكن أريد أن أصلح يمكن بعض البيانات اللي يعني قالها الأستاذ سامي. تفضل بأن 50% قضية النجاح نسبة يعني هني أود أن أتطرق لقضية يعني ذكرها أبو يوسف. نظام الثانوية في الكويت قسمين أساسيين، نظام المقررات ونظام الفصلين. نظام الفصلين ينتهي بما يسمى بشهادة الثانوية العامة. ناو النظامين مخرجاتهم أو الخريجين هم تقريبا يتساوون في العدد، يعني يمكن الفصلين يزيد شوية عن المقررات. فنسبة النجاح اللي كانت موجودة اللي هي 53% بالنسبة للأدبي مو العلمي. العلمي كانت 64% أو 67%. يعني مقارنة بسنوات اللي فاتت هم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن مو هذه النسبة العامة. أنا هذا اللي بس اللي نحب نأكد عليه، هذه ليست النسبة العامة للخريج. التعليم العام. هذه التعليم العام يضم المقررات والفصلين. يعني لما أنا أطلق كلمة التعليم العام أقصد فيه نظامي الفصلين والمقررات. أوكي. فالخمسين في المية لا تمثل النسبة الإجمالية لخريجي الثانوية العامة، لكن تمثل جزء من اللي هو النظام العام. النظام الفصلين. فصلين. إيه. يعني اللي مو مقررات، خلينا نكون اللي مو مقررات. اللي مو مقررات مو علمي، لأن هذا الأدبي. للعلمي حوالي 66% و67%. نعم. دكتور راح أرد لك في الموضوع وراح أرد لك أعطيك المجال تعقيب، بس أخذ اتصال. ألو. يا هلا.
عليكم. عليكم السلام. وياك والله ام عبد الله. يا هلا. مشرفه فنيه رياض اطفال. يا هلا ام عبد الله. الله يسلمك ومشكورين على هالبرنامج. طول عمرك. الله يسلمك. والله بالنسبه لما تقولون التعليم في مأزق او لا. بالنسبه لي انا كأم لما اقعد يوميا اجاب العيال ادرسهم في اكثر من مرحله ولا قاعده الحق وياهم، يعني مضطره بنفس الوقت استعين بمدرسين بس هم الحق بسم الله عليهم لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. الله يخليك. لما يكون عندي خمسه مدرسين خصوصي. اي بالله. أي. عندي مدرسين خصوصي ولا اقدر استغنى عنهم، يعني قاعده احط من الابتدائي لان مجهود ما تتخيل، اذا مو واجبات تدريس حق الامتحانات. يعني انا اليوم قاعده ادرس ولدي علوم، اسئله عن بعض الاشياء يقول لي ما ادري، انا والله مو خريجه علوم، ولا يوميا استاذن من دوامي وانا بنفس الوقت مشرفه فنيه واروح اطلع اسال شنو هذا وارد. ما يصير كذي، يعني تعبنا المدرسين والله نافعيننا وبيض الله وجيههم. مدرسين الخصوصيين. اي نعم. نعم. انا ام وعندي مدرسين خصوصيين وكل ما زاد عيالي قاعد احط كم ماده بحط راتبي شنو كم امجد معاشي. صح ولا لا؟ صح. وابوهم كذلك، يعني وظيفتي انا راتبي غوي وابوهم كذلك مهندس كهرباء وكمبيوتر، يعني متطلبات الحياه تبي وايد. صح انا معاك يوميا والله يوميا معاكم عبد الله. الفكره وضحت مشكله. تفضل. يعني هني مثل ما قال استاذ سامي، هل انتقلت العمليه التعليميه من المدارس الى البيوت؟ اي والله انتقلت. يعني هل تسامحونا ان عيالنا نعطيهم مدرسين خصوصيين كل واحد اذا عنده القدره وينجحهم وبالتالي تعتمدون الشهاده وينتقلون؟ كان زين. مشكوره ام عبد الله. يعطيك العافيه اختي. في تعليق؟ والله هو طبعا الحقيقه الحاجه الملاحظه انه ان الدروس الخصوصيه مرتبطه فقط بالتعليم العام، التعليم الخاص ما فيه او المدارس الخاصه ما فيها مدرسين خصوصيين، هذه يعني ظاهره وملاحظه. وهذا هم يعطي علامة استفهام على قضية مجانية التعليم. يعني نحن نتكلم عن مجانية التعليم ونتقبل كثير من النواقص بحجة أنه التعليم مجاني، إذا كان بالنهاية ولي الأمر قاعد يدفع في نهاية العام مبلغ كبير من المال أصبح التعليم غير مجاني. هذه من جهة. الجهة الأخرى إذا كان ولا بد، وأنا الحقيقة طرحت أكثر من مرة في المقالات لماذا لا نبدأ بقضية التعليم المشترك اللي تساهم فيه الوزارة بالمبنى. نعم. ويساهم نعم. فيه أولياء الأمور. أنا حقيقة هذه النقطة ودي أنا أخذها في الأخير، نخليها نتركها على جانب. أنا بدي أعود إلى قضية حتى حاجات استراتيجية التعليم وحاجات المجتمع. من يدخل إلى المدارس هذه الأيام سينتهي التعليم العام وليس الجامعي سنة 2012. هل ما يعطى من مقررات في هذا الوقت يتناسب مع حاجات المجتمع وحاجات القرن المقبل؟ راح ينتهي التعليم بسنة 2012. سبب طرح هذا التساؤل أنه في كثير من الأمور الجيدة أخذناها بدلا أن أخذها بواقعية وبجدية حولناها إلى نوع من الديكورات. قضية تعليم الحاسوب والكمبيوتر، وأنا استفسرت عنها وعن يعني ملاحظة لصيقة وجدت أنه أصبحت أشبه بالديكور، يعني إما للأطفال الصغار تعلم لديهم الألعاب والجيمز وهذا بدل لا تعلم قضايا البرمجة وقضايا الاستخدام الأمثل لهذه للحاسوب. أمور عدة أنا أعتقد يجب أن نطرحها بجدية لما ننظر إلى المقررات، إلى اللي طرحته الأخت أم عبد الله قضية التعليم الخاص، إلى قضية حتى الواجب المنزلي. يمكن الجميع يعرف تجربة الأمير تشارلز بإنجلترا بإنشاء مراكز لما يسمى الهوم وورك، المكان بدل لا يترك للطالب يذهب إلى البيت وقد يجد أسرة مساندة وقد لا يجد أسرة مساندة، وضعت مراكز داخل المدارس قبل أن يذهب إلى المنزل يقوم بعملية الهوم وورك، وبالتالي لا يذهب إلى البيت إلا وقد تخلص من الشكوى اللي اشتكتها الأخت أم عبد الله. نعم. شكرا أستاذ سامي. دكتور أنا بس بعجالة سريعة، يعني قضية الاستراتيجية، يعني أكو دول سبقتنا، يعني اليوم ماليزيا عندها فيجن 2020 باديتها من يعني مدة 30 سنة. نعم. وقاعد حاطة في الرؤية شنو الإنسان الماليزي بعد هالكثر سنة. فيعني هذه ما هي بدعة قضية الاستراتيجية، وأن تكون لنا رؤية واضحة فيجن واضحة إيش نبي لقدام. القضية اللي قال عنها أيضا إحنا عرضت علينا استراتيجية وطرحنا حل، يعني الوزير السابق، وأعتقد أنها خطوة رائدة، يعني صحيح. على قولتهم لسه إحنا مو متأخرين إن شاء الله، خلنا نبدي على الأقل بس خلنا ندق صحيح. إحنا القضية هذه جتنا بالجمعية وعلى طول اتصلنا، يعني سوينا
ورقى، وحطينا تقريبا اكثر من 70 80 شخصيه تربويه واقتصاديه وعلميه واولياء امور وكذا، قلنا خلينا نسوي مؤتمر وطني تناقش هالاستراتيجيه. اذكر وقتها اتصل فيني دكتور مساعد قال دكتور احنا عندنا شيء مشابه، ليش نكرر الجهد؟ قلت له شلون يبا، احنا بالنهايه هدفنا واحد، هاك الاوراق وجزاكم الله خير سووا مؤتمر وطني. اي قضيه الدرس الخصوصي او المعلم او الاخت الان ام عبد الله وكلنا يعني الان نفس يعني الان احنا الحين تربويين عندنا هالمشكله، أم الأم والأبو يقوم بالتدريس، ويمكن المشكلة هاي موجودة عندنا كلنا. أنا أنظر الآن أنا وأنت ويمكن أنا أبوي قليل تعليم وأتعلم، لكن مع ذلك ما كنت أحتاج مدرس خصوصي في وقتي، ليش؟ وهذه قضية أن المدرس في ذاك الوقت كان مدرس، وبالتالي هذه يمكن تيرنا بعد شوي أن احنا يعني أنا أمثل جمعية المعلمين دافع عن المعلمين، لكن أنا أعتقد عندي خلل في المعلمين. المعلم اليوم مو مثل المعلم الأمس، وبالتالي ويمكن هذه لها ولا طالب اليوم مثل طالب الامس ما يخالف، بس انا طالب بالعكس طالب الامس فقير ما عنده معدوم ما عنده قلم ما عنده كذا، حاله ابوه فقيره يلا يمكن هذا يمكن هذه الميزه فيه، يمكن هذا الدافع صح. لكن اليوم انت لو ايضا توفر عندك هالمناهج الطيبه وعندك هالكمبيوترات وعندك هالشغلات هذه كلها، فبالتالي لو كان عندك مدرس، قضيه مدرس خصوصي احنا ليش نحاربها؟ انا اسال سؤال، ما عندك طبيب، ما عندك مهندس خصوصي، ما عندك طبيب خصوصي، انا اقول ليش ما نقننها؟ وموجود هذا في الغرب، يعني ليش نسوي منها؟ خلينا نقنن العمليه، والطلاب في يعني تفاوت، في واحد شاطر في واحد اقل ذكاء في كذا، واحده من ثنتين يا المدارس تتكفل وبالتالي تعمل بعض الدروس نظير ان احنا كاولياء امور نشارك وندفع وخلينا نساهم في العمليه التعليميه. لمتى؟ انا اعتقد هذا الكلام يمكن بعد شوي تطرحه، لمتى احنا قاعد نستنزف 500 ولا كذا 100 مليون قاعد نصرفها على التعليم؟ الى متى؟ انا اعتقد يوم من الايام لازم احنا نساهم. فقضية أيضا أنا أتمنى يوم من الأيام تدش المدرسة تقول لي أبي مدرس خصوصي حق ولدي، يقول لك أستاذ فلان تسعيرته الفلانية وإحنا كمدرسة نقول لك وبإشرافنا بمراقبتنا يدرس ولدك، بس عشان لا تصير ما راح يصير هذا الإقبال. تدري ليش؟ لأن في إيحاءات أن هذا المدرس ممكن يساعدك ممكن ينجحك ممكن خصوصا ممكن يكلم للمدرس الفلاني، فأيضا فيها ميزات معينة يمكن هذه ما تلقاها لما تقنن العملية. دكتور أنا بس يعني أتعجب على أبو يوسف على قضية تشجيع للدروس الخصوصية، يعني هذه شغلة جديدة بس في مصر ما قدروا يحاربونها، فبالتالي يحاولون يشرعون قانون إن 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 تصير قانونية. لا ما أنا ما أعتقد أن يجب أن تأخذ الأمور بهذه يعني الطريقة، يعني أنا في قضايا كثيرة على قولة يعني مثل ما يقولون في مثل أمريكي يقولك في كانت بيت ذم جوين ذم، فأعتقد صعب أن نبتدي ناخذ القضايا هذه في التربية. لكن يمكن أنا القضية الأولى قضية الاستراتيجية، يعني الكل يعني اللي سمعته يمكن متفقين أن الاستراتيجية أو الخطوة اللي قام فيها الله يجزيه خير أستاذ الدكتور عبد الله الغنيم بوضع الاستراتيجية، وإن شاء الله الدكتور عبد العزيز الغانم كمل على هالطريق وإيجاد استراتيجية تربوية الوزارة، أعتقد أن هذا مطلب وأساسي لخدمة التربية بشكل عام، فهذه على الأقل نقطة أساسية. القضية اللي طرحتها الأخت أنا كان بودي نسمع من أبو يوسف، يعني لما قال مدرس اليوم غير مدرس الأمس، خاصة من جمعية المعلمين الكويتية، يعني إحنا مثلا الجهة الرسمية، لكن يمكن أبو يوسف والجهة النقابية الجهة اللي تمثل المعلم، شو الأسباب؟ يعني شو الاختلاف بين مدرس الامس كما تراه الجمعيه ومدرس اليوم؟ وين الخلل؟ يعني يمكن الاخ صاير قال وطالب الامس مثل طالب اليوم، يعني الطالب انا برايي الطالب طالب، يعني يمكن يختلف قدراته الماديه او غيرها وامكاناته، فودي يمكن اني اسمع من ابو يوسف ليش المدرس اليوم غير المدرس بالامس؟ هذه قضيه. القضيه الثانيه بس كمان بدي بس ارجع للاستاذ سامي على قضية يمكن طرحها وتهمني أنا بشكل شخصي يعني ومهمة، لأن أنا جدا مؤمن فيها في قضية إدخال التقنيات الحديثة داخل مدارسنا. أرجع لنفس الفيديو كليب اللي وضعوه الإخوان في بداية البرنامج لما كان الملة وطريقة تعليمه، طبعا أنت متفق معي وأنا متأكد أنك متفق معي أن التعليم اليوم مو الشجر اللي كانت تظلل على الملة والطلبة، ولا هي اللوح الأسود أنا ما أتذكره ولا أنا جربته يوم لما كتبت فيه. القضية الآن هي قضية تكنولوجية، يعني المدرس يا أخوان، يعني ويمكن كان في كلام حتى قبل الحلقة أن نجد بعض مدرسي اللغة العربية يخطئ بإعراب جملة، زين، ويمكن لما يتكلم بلغة عربية يمكن أنا أتكلم لغة عربية وأخطئ فيها، أقول على الأقل أنا المؤهل الأكاديمي علمي وهندسة فأجد لنفس العذر، ولو أنه ما أعتقد أنه يجب
اني اجد عذر بخاصه بالنسبه للغه. ولكن القضيه الاساسيه ان المدرس اليوم لم يصبح هو المصدر الوحيد للمعلومه. في الاول كان هو المصدر للمعلومه، لذلك الطلبه حتى في الفيديو كانوا جالسين وهذا المصدر يشع لهم معلومات وهم متلقين لهذه المعلومات ويحاولون انهم يقتنونها. الوضع اليوم اصبح مختلف. اليوم المدرس هو مصدر مصادر هذه المعلومه وليس هو المصدر الوحيد، ولن يكون هو المصدر الكامل للمعلومه، لان اليوم المعلومه من الصعب انه يمتلكها امانه شخص. اصبحت مصادر المعلومه. هل تعولون كثيرا على هذه النقطه دكتور؟ هل نعول كثيرا في ماذا؟ في ان تبررون ان في مصادر اخرى وبالتالي المدرس مو مفترض انه يعطي معلومات. لا 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 لا، حتى الان يعني انت الان لما تطالع المدرس، المدرس يتم اعداده في كليات اعداد المدرس. نعم. في الكويت ممثله في كليه التربيه جامعه الكويت. الحقيقه ودنا ندخل في المدرس بشكل عام، انا بس ودي قبل اطوف الاستراتيجيه ونتصل بالدكتور عبد الرحمن العوضي، نحاول ان يتصلون فيه، نشوف التقرير ونرد مره اخرى لتكمله النقاش. مرة أخرى أهلا بكم مشاهدينا، ونعود إلى قضية التعليم وضيوف هذه الحلقة. دكتور أسألك سؤال، دكتور حمود، ليش مدرس اليوم غير مدرس الأمس؟ وهذه مسؤوليتكم أنتم في الجمعية. بالضبط، هي طبعا مسؤولية الجميع، أنا دائما أقول التعليم مسؤولية الجميع، حتى المدرس. يعني إذا تكلمنا حتى في نظام في بريطانيا، مجلس الآباء في بريطانيا مثلا له دور حتى في تعيين المدرسين وحتى في رفض بعض، يعني مو مثل هني بس يبون منه فلوس، هني يحطونك مجلس آباء إذا شافوك شخصية وممكن تدفع فلوس حق المدرسة، فبالتالي يعني يستفيدون منك من هالجانب. أنا أتوقع أن مجلس على فرض يعني هام القرار. على فكرة هذه نقطة خطيرة يعني. يعني بالتعليم يتم بالطريقة هذه يعني. هذا رأي رئيس الجمعية. يعني أنا أعتقد مجالس الآباء لها دور، يعني أنا أقول العملية تكاملية، هي ما هي يعني بس وزارة. قضية ليش مدرس اليوم غير مدرس الغد؟ وايد أسباب. يعني هي السبب الاول، الناس اول حتى يعني خلينا نتكلم، اكو مدرس محلي واكو مدرس تجلبه من الخارج. مدرس اللي تجلبه من الخارج، احنا الكويت كنا الدوله تقريبا رقم واحد في الناس ترغب تينا، اليوم احنا ترتيبنا اعتقد بالخليج رقم واحد اللي ما تقبل تينا. لا الحين اعتقد احنا خمسه صرنا اعتقد، بس بعدنا اعتقد بدون ذكر اسماء احد الدول يعني في الخليج، احنا الان مدرسين ميونا. قضيه الجانب المادي، وان كنت يعني خلينا نقول ما ابي اول عليه وايد، احنا قبل الغزو كان المدرسين حتى الوافدين والاخواننا اللي يساهمون ويانا في التعليميه التعليميه، وعلى مثل ما يقولون على كثر ما تدفع تحصل، مثل في الطب مثل في اي مهنه ثانيه، كثر ما تكون المدرس متميز اكيد. فهذه القضيه ايضا يمكن كادر المعلمين شويه. المدرس اللي احنا قاعد نجيبه ايضا من يعني خلينا نتكلم من جانب المدرس اللي بالخارج، انت قاعد تجيبه في انظمه غير نظامك، هذا درس نظام انت ما عندك، يعني يجي من اي دوله ما عندها نظام مقررات وتجيبه بالكويت درس نظام مقررات، ما يا اخي هذا لا درس ولا درس في مدارسه هالنظام، شلون تبي يدرس عندك نظام انت ما هو ما تعلم عليه؟ ومنو اللي اختاره هذا؟ يعني ما ابي ادش انا ايضا في قضيه المسؤولين بوزاره التربيه، طبعا وزاره التربيه تختاره. ايضا يعني هذه خلينا نقول القضايا اللي هي تتعلق فيها الوزاره اللي هي اختيار المعلم. ايضا التقنيات الحديثه، احنا قاعد نجيب مثلا في بعض الدول المدرسين يمكن حتى حديثين تخرج، ما حد يقبل يجيك بهذه المواصفات اللي انت وضعها. اني حق مدرسنا الداخلي ايضا الكويتي، احنا في السابق المدرس يجي راغب مهنه، كان يعتبر التدريس مهنه، لما تشوف المله وغيره المله يحبها والناس تحترمه لان هذه المهنه قاعد يعتبرها مهنه، ومهنه الانبياء والرسل التدريس. اليوم صارت اليوم التدريس، وشوف القبول، اللي ما عنده قبول يقبلونه في كليه التربيه. يعني انت شفت، انا اتمنى يوم من الايام كليه التربيه ما يدشها الا نسبتها فوق 90%. انا ابي مدرس، ابي واحد رغبان يجيني. جت فتره من الفترات الناس اللي ما عندهم نسبه يقبلونه في كليات التربيه. طيب الجداول الموجوده، المجر شيت الموجوده، الاشياء المواد اللي ياخذونها من سنين ما تحدثت ما تطورت. طيب المعلم بعد ما يخلص من المهد لين ما يخلص تعليم بالكويت عندنا لين يتقاعد،
ما يحصل له حتى دورة. وأنا ما أتكلم دورة يعني أتمنى دورة أثناء العمل وقبل العمل، يعني دورات. وبعدين اليوم يمكن أنا ويا الدكتور حمود يمكن الآن يعني متقدمين أو في أداء في الوقف في الأمان العام الوقف مقدمة مشروع اللي هو تنمية وتدريب المعلمين، ونتمنى أن هذا المشروع يرى النور، أن احنا كل معلمين الكويت يتدربون ويتنمون في قضية الحاسوب. اليوم ليش المعلم؟ أنت اليوم قاعد تقول حق المعلم أبيك أنت تصير متميز وكذا، ما الطالب غالبك. الطالب اليوم أنا ولدي لما أقول له معلومة قال لي بس بس يبا بطل السي دي ولا السكل شو اسمه وكذا، طلع المعلومة أحسن منك أنت. ما أنت ما تعرف تستعمل كمبيوتر اليوم، ما أنت كمدرس. فأكو تقنية كثيرة إحنا معلمنا ما قاعد نعطيه إياه، وما قاعد نرغف المعلم، وبالتالي نقول والله قاعد نلوم المعلم. فأنا ليش أقول معلم اليوم؟ أنا أعتقد معلم يبي له شغل ويبي له جهد وأنا أعتقد المعلم أهم عنصر في المنظومة التعليمية. خلي يكون منهجك مو قوي وايد، خلي تصير مدرستك مو مدرسة مبنية كذا، خلي يعني كل أمور، لكن ليس معلمك يعني غير معلمك أو معلم غير كفء أو معلم غير متمكن وجيد. إذا المعلم جيد وكفء ومتمكن يعوض النقص في المبنى ويعوض النقص في المنهج ونعوض. فأنا أعتقد يعني هي العملية مشتركة بين كل الأطراف، إعداد المعلم، المعلمين يجيبهم بالخارج، حماية المعلم. يا جماعة اليوم المعلم صار أسهل منها ما كنا ينطق. أنا أتمنى يكون تشريع هذا اللي يطق معلم يا جماعة، يعني قاعد يطق واحد يربيك يطق وينطق ترى، لا يعني خلي يطق يعني يطق. احنا عاد لا نصير للأمانة حتى قضية العقاب والثواب هذه يعني مبادئ وحتى علمية وكذا، احنا ما نتكلم عن العقاب اللي يعني يؤذي، ولا بنفس الوقت عاد نتكلم عن الطالب يقول له ترى ها الطق ممنوع دير بالك. يعني ما أتمنى أنا مربي وربي ولدي ما بي المقولة قبل لك اللحم ولنا العظم، ولا أبي بنفس الوقت عاد إنه لا والله المدرس ما له شغل والمدرس يقول لك يبقى انا بالنهايه لو يقرص ولد يمكن يفنشونه وكذا. نعم. فايضا هالقضيه حمايه المعلم حمايته ماديا اجتماعيا. نعم. معنويا. انا حقيقه هذه نقطه مهمه راح اتكلم فيها دكتور، بس انا ودي ما ودي انطر الدكتوره سلوى الجسار على التليفون، راح ناخذ المناهج ونتناقش فيها ونرد على موضوع المعلم. الو دكتوره سلوى. الو نعم. يا هلا. اهلا وسهلا. انت على الهواء تفضلي طال عمرك. حياك الله. الله يحييك. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لمقدم البرنامج وتقولي أيضا قدم تحية للأخوة ضيوف الندوة دكتور أحمد السعدون الله يحييك دكتور أحمد الهولي والأستاذ سامي النصف، وشكرا لكم على اختيار هذا الموضوع للمناقشة والطرح. إذا سمحت لي أستاذ ساير قبل أتكلم على نقطة المنهج وعلاقته في منظومة التعليم، وخصوصا أنتم أثرتوا العديد من القضايا والمحاور التي ترتبط ارتباط كبير ووثيق بموضوع المنهج، لعلي أدخل في نقطة الأستاذ دكتور أحمد الهولي وهو المعلم، يمكن أتحدث فيها وبصراحة وبعمق خاصة ولمست في تجربتي في إدارة المناهج سابقا على مدى 4 سنوات. عندما نقول نحن نواجه أزمة في التعليم من خلال محور مهم وهو محور المعلم، هذا لا يجعلنا نلقي الضوء كله أو نلقي المسؤولية الكاملة على المعلم، لأن المعلم لا يستطيع أن يعمل لوحده، وإنما أيضا المعلم يواجه معوقات وتحديات في النظام التعليمي في دولة الكويت، ولا زالت مثل هذه المعوقات موجودة. دكتورة باختصار شنو المعوقات اللي يواجهها المعلم الكويتي؟ حقيقة المعوقات معوقات إدارية من خلال عملية صناعة القرار، من خلال عملية اتخاذ القرار في النظام أو الجهاز التنفيذي في داخل الوزارة. هناك معوقات فنية ترتبط بقضايا أو سياسة التوجيه الفني بالإدارات الفنية التي ترتبط ارتباط كبير مع المعلم ودوره، على سبيل المثال المنهج، اللجان المشكلة، القضايا القانونية يمكن تطرق لها دكتور أحمد، قضية الحقوق والواجبات، قضية عدم وجود سياسة واضحة المعالم في برامج تأهيل وإعداد المعلمين، وإنما للأسف هناك دورات محدودة، وأقدر أقول يمكن على حالات فردية أو أوضاع فردية مثل منهج جديد، دورة في تجويد، مجرد أشياء أنا أعتبرها روتينية في ضمن فكر تقليدي لا زال كما هو سائد خلال 30 سنة. نحن ما نحتاج من هذا المعلم عندما نقول أنه هو المحور التنفيذي لجميع عناصر المنهج وليس فقط مادة علمية أو نقل معلومة، تصورنا في محلة متى ما اقتنعنا أنه يجب أن يغير أو تغير النظرة في هذا الوقت، خاصة ونحن نستعد إلى أن نستقبل القرن القادم. يمكن أيضا جزئية صغيرة تطرق لها دكتور حمود
في قضية تقنية التعليم وتكنولوجيا التعليم. حقيقة يمكن أنا لي رأي خاص في هذا الشيء. نحن نسعى إلى أن يكون هناك تكنولوجيا في تعليمنا، ولكن عندما نقول أن أنا أوفر أجهزة الكمبيوتر أو أوفر أي أنواع من التقنيات الحديثة اللي نطالب فيها كما هي موجودة في الدول الأخرى، ولا يوجد لدينا معلم بتدريب وبتأهيل لكي يستخدم هذه التقنيات في التعليم، ليس فقط بهذه النقطة وإنما لكي تكون محور أساسي في تعليم التلميذ أو الطالب اللي نحن ننظر أن يكون تلميذ المستقبل، بحيث يشعر بأن ما يقدم داخل المدارس هو تعليمي وتوظيفي وعملي، ولكن ما هو موجود الآن كمعوقات هو فقط تعليم منظوري في تحديات فكرية تقليدية لا زالت تدور حول قضية المنهج. وعندما نقول أن المنهج كيف نراه كمنظومة أساسية في التعليم، أنا أقول أن التعليم هو المنهج، والمنهج هو التعليم بكل منظومته. المنهج ليس فقط كمحتوى أو كمعلومات، وما يدور الآن في داخل المدارس وكوظيفة للمعلم، وأعتقد الكل يؤيدني، هو تدريس وليس تعليم. وهذه معناته أن المعلم لا يزال يلعب دور هو فقط نقل المعلومة في ظل سياق تقليدي لا زال محدود. يمكن الأخ أو المدرس الأول اللي عمل اتصال هاتفي وقال قضية المسجد وما ذلك، لأن لا زالت القضايا التنفيذية في داخل المدارس لا تعطى الضوء الأخضر في قضية المرونة في التعليم. وهذه للأسف، يمكن تسألتني ما هي المعوقات، قضية المرونة لا زال مفقودة. أنا ما أقول مفقودة 100%، لكن مفقودة كنظام أو كتحديات نحن نواجهها، يمكن نواجهها كمسؤولين وكأولياء أمور. مثال عليه، يمكن الأخت سوت مداخلة في قضية المدرسين الخصوصيين. أنا أعتقد هذا أيضا ترتبط في قضية المرونة، هو كيف يكون التعليم يلعب دور في أنه ينمي قضية التعلم الذاتي، قضية اللي يمكن بالإنجليزي نحن نقول الاندبندنت. وهذا الفرق يمكن طرح أستاذ سامي بين مدارسنا ومدارس الأجنبية، وهذا نتائج الآن في البيوت، أن أولياء الأمور يقضون بالساعات كمدرسين خصوصيين لأبنائهم. هذا يرتبط في واقع المعلم داخل المدارس، متى ما سمح بأن يعطي المعلومة ليس فقط من كتاب مدرسي الذي للأسف الكل، وأنا حقيقة يمكن أكررها في كذا مرة، هو عتب الكل يعتبر الكتاب هو المنهج. نعم. دكتورة تتوقعين أن المدرس في وزارة التربية محبط، ما يقدر يعطي لو كان بيجتهد؟ نعم، هو قضية هذه الإحباطات أحد المعوقات، وسببها أشياء إدارية وفنية قد تكون تخطيطية. متى ما أنا أدش كموجه فني وأرى، وأنا حقيقة لمسته من خلال عملي، عندما أرى أن هناك معلومات ترتبط ب خلينا نقول أحداث جارية وبقضايا حياتية تدور حول المتعلم ويلمسها في طبيعة حياته وفي بيئته، ينقلها المعلم عن طريق مثلا مقالة، عن طريق قراءة في كتاب خارجي، يلقى بقضية أنه لا تعطي هذا الشيء على سبيل المثال أو لا تركز عليه، لأنه لن يأتي في الامتحان. وبالتالي في قضية حدودية لنوعية المعلومات، وهذه حقيقة ترتبط أو تتصل في ما هو التعليم اللي نرغب فيه، لماذا نحن ندور في حلقة مفرقة، لماذا التعليم لا زال محدود. يمكن تكلموا الأخوان على قضية المخرجات، هذه كلها قضايا مرتبطة وقضايا شائكة وتحتاج إلى يمكن رأي أو تحتاج إلى بعد أكثر شمولية. نعم. وأكثر تكامل. دكتورة سبل الجسار، شكرا لك، وهذه التساؤلات راح أنقلها ووجهة نظرك راح يعقب عليها أكيد الأخوان معنا داخل الاستوديو. طيب، شكرا، طالما حياكم الله.